مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انشقت السماء كالدهان، فبأي آلاء
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون إليه بصاحب الشفاعة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وفي النار لا تدخلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا اشف مرضانا اشف مرضانا ارحم موتانا ارحم موتانا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والمال والأهل والبدن يا رب العالمين يا غني من للفقراء